النهارده كنا متصورين بحكم التشكيله بتاعت الزمالك اللي كلها لاعبين دوليين، بحكم مدرب خد دوري ابطال افريقيا اللي هو كارتينون، هينزل قدام الوداد حتى قدام جماهيره. الوداد الموسم ده او السيزون ده مش هو الوداد بتاع السنين اللي فاتت، فتقدر تكسب وتقدر تحقق نتيجه على الاقل ايجابيه لو مش هتكسب كمان. النهارده الزمالك هدف مبكر وبعد كده اداء في منتهى السوء. بص يا كريم، لازم تعرف ان ده نتاج حاجات سابقه قبل كده. يعني انت بتتكلم في بطوله الرابطه، اداء الزمالك مخيب للامال، ما جهزش لعيبه بشكل كويس، نتائج سيئه جدا، اداء سيء جدا، ما قدرتش تطلع باثنين ثلاثه لعيبه لو انت احتجتهم تقول ان انت ممكن تديهم في الماتشات الصعبه، ودي كانت مشكله لان هو ما اهتمش اصلا ببطوله الرابطه، لكن رغم ان هي كانت مهمه جدا للعيبه اللي ما كانتش بتلعب واللي كان ممكن يقدر يجهزها. دخل بطوله افريقيا طبعا ماتش بيترو اتلتيكو، اداء طبعا برضه سيء، سيبك من حته بقى ان لا ما كانش فيه توفيق والاهداف اللي ضايعه، لا انت بتلعب فرقه برضه على ملعبك مش هي الفرقه اللي تخض، ورغم ذلك انت ما قدرتش تكسبها على ملعبك. تكمله بقى لسجرادا، تكمله لماتش سموحه، فانت بتتكلم ده نتاج حاجات سابقه، مش وليد اللحظه. فانت بتكلمني النهارده ده كان ممكن متوقع. الحاجه الثانيه بقى ان انت بتكلمني في تشكيلات قبل كده كل الناس اعترضت عليها، طبعا انت شفت عبد الله جمعه قبل كده باك رايت، شفت حاجات غريبه بتحصل في التشكيل، فده كان بيؤدي الى اداء سيء جدا داخل الملعب. لدرجه ان احنا قلنا هل مستر كارتيرون عايز يمشي؟ ايوه. هل هو بيضايقنا عشان يمشي؟ فطب لو عايز يمشي طب ما يمشي. لا ويمشي بشكل كويس عشان حتى يجي لك عروض كويسه. المفروض. يعني انت كمدرب مش عايز تبقى خسران. والغريبه برضه ان ما فيش مدرب بيعاند نفسه، بس صح؟ من الواضح ان هو كان شكله بيعاند نفسه. فدي مشكله كبيره جدا. طب لما انت جيت بقى تعدل الكفه؟ لا مش هتتعدل بسهوله. لا انت لازم تحضر لها من بدري. طيب النهارده اخطا في ايه بقى؟ في الماتش، في التشكيل برضه، لان انت النهارده بتلاعب فرقه في ملعبها وسط جمهورها، فرقه ليها تاريخ، فرقه كويسه جدا طبعا، فرقه معروفه افريقيا، فالملعب ما يستحملش اربعه لعيبه ما بيدافعوش. لا يستحمل شيكابالا مع اوباما مع بن شرقي، تمام، زيزو مع زيزو، امام عاشور، امام عاشور مش هو طارق حامد. خلينا طبعا متفقين انت ما عندكش واحد في نص الملعب زي طارق حامد. صحيح. من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه اللي هو بيقطع بشكل كويس، مجهوده كبير جدا. فانت النهارده لما تيجي تحط امام عاشور ما ينفعش تحط حواليه ده، لان امام عاشور مش هيشيل لك ده كله، استحاله. طب انت النهارده كان ممكن تعمل ايه؟ خلاص انت النهارده رايح تلعب في ملعب الخصم، تلعب على حاجتين، يا اما تتعادل يا اما تكسب. صح. طب لو ما كسبتش ما تخسرش. لكن من الواضح ان انت لا رايح مش عارف، انت مستعجل. انت استعجلت وجبت هدف. لا ما هو خد بالك، يعني انت جبت هدف، انت خلاص انت جبت هدف في اول اربع دقايق. صح. استغليت فرصه، تمام، واحرزت هدف، وهدف حلو قوي من زيزو. تمام. لكن ده لسه البدايه، ما كانش لسه باين اي حاجه. لكن لما تيجي تبص بعد الهدف الاولاني، انت بتتكلم بقى في فرقه الوداد، استحواذ في نص الملعب بشكل غريب. نص الملعب بتاعك متاخد منك حتى في الكره الثانيه، انت ما بتاخدهاش لان انت ما عندكش ناس في نص الملعب تقدر تستحوذ او تقدر تقطع بشكل ايجابي. فانت عندك مشكله، بتفقد بن شرقي، شيكابالا، تمام، عندك كمان يوسف اوباما، الثلاثه ما بيدافعوش كويس قوي، الثلاثه لعيب الكوره كويس قوي، ما اختلفناش. وبدليل لما كان الزمالك بيبقى معاه الكوره وبيطلع عايز يطلع بيها بيطلع بيها بشكل كويس. لكن النهارده لما تيجي تفقد الكوره بقى هنا المشكله، نص ملعبك بيتاخد منك، فبيحصل ايه؟ بيحصل عليك ضغط كبير جدا، وخد بالك ده بيتحمله المدافعين، الاربعه المدافعين. صحيح. لان انت لما تكون بتلعب في فرقه الخصم وفرقه زي الوداد، فرقه قويه جدا وسط جمهورها، حتى لو هي ما بتنقلش على الارض وبتحضر، فهي من الضغط الهجومي حتى بالكرات الطويله او بالكرات العاليه او داخل ال 18 والكثافه العدديه، ده بيعمل لك مشكله وبيعمل لك ضغط على المدافعين. فانت المفروض يبقى عندك نص ملعب دفاعيا قوي، ده ما كانش عندك. صحيح. فدي مشكله كبيره جدا. انت النهارده لما تيجي حتى لو انت ما عندكش طارق حامد ومش عايز تلعب باثنين، لان طارق وامام يشيلوا بعض. صح. تمام. فانت النهارده لو ما عندكش الحته دي ما تلعب بثلاثه، والثلاثه ممكن يشيلوا بعض. صحيح. يعني انت لو لعبت مثلا بزيزو ولعبت باوباما ولعبت بامام عاشور الثلاثه جنب بعض مثلا، تمام، وخليت واحد ما كانش كبالة زي رزاق السي مثلا قوي جدا ممكن يدافع برضه بشكل كويس. تمام. ما وجدتش البديل اللي في نص الملعب، لا قدرت تفوق اشرف رؤى، تمام، ولا قدرت توجد بديل في نص الملعب. مشيت محمود عبد العزيز،
ومشيت محمود عبد العزيز، ما لسه هتكلم، ومشيت محمود عبد العزيز ما قدرش يفوقه، رغم ان هما الاثنين دول الوحيدين اللي ممكن يشتغلوا بشكل دفاعي بشكل كويس. فانت مشيت واحد وما قدرتش تفوق واحد، ولا قدرت تستفيد من الناشئين او الشباب في كاس الرابطة عشان يطلعوا لك لاعب، ولا قدرت اي حاجه. وخد بالك ده هو لما بقى شكله وحش في كاس الرابطة وهو بيلعب باللعيبه الكبيره، عايز يقول لنا لا بقى الماتش الاخير او القبل الاخير انا بلعب بمجموعه ناشئين وعايز بعد ايه؟ انت ما استفدتش حاجه، لا طلعت ناشئين ولا كسبت بطوله الرابطه ولا عملت فيها اداء كويس ولا اي حاجه، انا ما استفدتش اي حاجه. طب انت جبت هدف، ده بالعكس انا اسف، وانت كمان اكتر من الاهلي كنت عايز تطلع شباب، عشان انت عندك فتره القيد واقفه، فانت محتاج تطلع لاعبين من تحت. الاهلي عنده فرقه واثنين طبعا، انت اكتر من الاهلي كمان كنت محتاج تستغل الشباب بتوعك في كاس الرابطه طبعا، فانت ما عملتش كده، ما استغلتش اي حاجه. وخد بالك كونك تطلع ناشئ او تجد لعيب بديل كان قاعد بقاله فتره، دي مش سهله، لازم تعامله نفسيا كويس، لازم تديله الثقه بشكل كويس، لازم تديله طاقه ايجابيه في الملعب صح. تمام، فانت النهارده ما عملتش كده، ما استغلتش اي حاجه، يعني انا ما شفتش استغلال اي حاجه. طيب.